طب دكتور، في مثال قرأته بأحد الكتب بحكي لك أنت بدك سيارة إكس مثلاً، حأشعر حالك أنك راكب هاي السيارة مبسوط سايقة وحاطة الراديو. فهذا التخيل قديش كمان بيلعب دور بتفريغ هذه الطاقات وجذب الشيء. هو التخيل بغض النظر عن قانون الجذب برضه، التخيل بيخليني أنا موتيفيتد أكتر إني أوصل لحاجة. يعني أقول لك أنا ازاي يخليك يعني برضو عايزين نضرب امثله تقرب للناس. يعني انا متفق جدا مع كاثي، يعني انا مثلا نفسي اعمل حاجه فبتخيل نفسي وانا بعملها وافضل اتخيل. ازاي بقى قوه التخيل اللي انا بتخيلها دي هتوصلني لايه؟ مهمه جدا. يعني مثلا حضرتك مثلا عايز تكتب كتاب تشجيع، انا لازم اكتب اخلص الكتاب بتاعي بعد الحلقه. انا هقول لك ايه دلوقتي، هقول لك تخيلي ان كتبت الكتاب واكش الكتاب ده قدامك، تمام، وانت بتقلبي صفحات الكتاب والكتاب عباره عن مثلا 10 تشابترز مثلا، انت قاعده تشوفيهم وعملتي حفل توقيع وناس جات لك كتير جدا، شعور الانجاز، الكتاب كسر الدنيا، تمام. فالكتاب ده فعلا كان يعني كان نقطه تحول في حياتك. طيب ده اللي هيحفزني في كتابه، ده يخليني دلوقتي امشي في الخطوه دي. طب تخيلي بقى ان كل ده هو بتبتدي بالخطوه بتاعت دلوقتي، ان انت تقعدي ساعه في اليوم ولا حاجه انك تكتبي بس اول الكتاب. طب معلش يعني عشان قبل بس ما يقولوا لنا الحلقه يعني، وعفوا لاحمد، هل التخيل بينفع في الامنيات الشخصيه؟ يعني ممكن حد قاعد يتفرج معانا تقول لك مثلا بالنسبه لحبيب او حبيبه، يعني انا مثلا بحب شخص ما او هي او انت بتحب شخصيه ما، هل انا اتخيل ان انا هعيش معاها حياه سعيده فبالتالي تتحسن العلاقه؟ يعني يمكن جذب كل شيء مع بعض الاشخاص، او يكون في جذب في العلاقه. يمكن جذب كل شيء مع بعض الاشخاص. طالما الموضوع ما اقدرش احوله لبلان او خطه، انا اشك ان النتيجه هتحصل بالعكس. انا احس ساعات النتيجه ممكن تحصل بالعكس. ازاي؟ ممكن طريقه تفكيري في شخص معين من غير ما انا يكون عندي بلان ان انا اوصل له او شريك حياتي او شغل او اي حاجه، تخليني ما اعملش حاجه دلوقتي. لا ما هي مش هتفكر في ديكابريو مثلا، لكن انا بتكلم حد زميلها او افضل اتخيل وبعدين ما انا ما عنديش بلان بشتغل عليها يبقى انا بضيع وقت. هو انا قدامي تو مودز، او يعني الاحلام لازم تكون بقى ممكنه. بالظبط ممكن، لا اما انا بفكر لا اما انا بنفذ. لو هفضل دايما يعني انت ممكن تجذب شخص، يعني قرات في ذا سيكريت برضه مكتوب انت ممكن تجذب شخص بصفات معينه بس مش شخص محدد. مش شخص يعني انا بدي شخص صادق، شخص لطيف، حنون، كريم، فاخذ مثال يعني فقط يمتلك صفات معينه ممكن يخلي تجذب. دكتور قبل ما ننهي، تحدث عن مرات نقول الفقر يولد الابداع، هل هناك تقييم عالمي، استبيان عالمي بان من اكثر الشعوب صناعه للحياه والحيويه والطاقه الايجابيه الشعوب الفقيره، الشعوب المترفه؟ لو ماكو مقارنه بين هذه الاشياء، بس هو ما فيش حاجه تقول الشعب اللي بيعاني بيعمل حاجه معينه او بيطلع بفكره كريتيف او كده. ودي انا شايف ان في حد ذاته اصلا دي فكره حلوه جدا، لان انت واتيفر انت بتعاني او مش بتعاني، الموضوع ملوش علاقه بالشعب وملوش علاقه بالبلد وملوش علاقه بالظروف اللي حواليك. بالعكس، الحد اللي بيعمل حاجه في اوقات صعبه او في ظروف صعبه هو ده يعني بيقدر يوصل في الاخر نتائج كبيره جدا. يعني مثلا لو انا دلوقتي قررت ان انا اعمل مثلا مشروع في وسط اقتصاد صعب وفي وسط بلد فيها مشاكل كتير، في وسط حاجه، المشروع بتاعي ده فعلا قدر يعني قدر يوصل للنور او قدر ان هو ينجح، انا بقى ليا تاثير كبير جدا في المجتمع اللي انا موجود فيه. على عكس ما اكون انا اصلا عايش في مكان ما فيهوش اي مشاكل خالص والدنيا كلها ميسره لي وانا عملت الموضوع ونجح، فخلاص انت الايفكت بتاعك او تاثيرك قليل. وده يعني دي سنه امل على فكره ممكن يعني نتشعبط فيها كلنا، يعني اللي هو ملوش الموضوع ملوش علاقه خالص بالدنيا، هو ليه علاقه بانا عامل ازاي، انا نفسي بروكتيف ولا انا نفسي عندي المبادره ولا، بغض النظر عن الظروف اللي حواليا. بالعكس، كل ما يكون في ظروف حواليا انا كده هيكون النجاح لي اثر اكبر بكتير من اللي انا متخيله.